مفيدة. نعم يسري يا هانم، تعالي خدي شنط عم جابر وطلعيهم فوق عند طارق في اوضته. حاضر. شو قلت لك؟ من عينيا. كتر خيرك يا يسري، فعلا بنت اصول بصحيح. انا كده طيبه ما بعملش حد بعمله. شفت بقى لما جيت لك عملت معايا ايه؟ ها ليه؟ هو انا مش عزمت عليك بكركدي؟ عصاي. وانت بقى يتقال لك ايه، كفاره ولا الحمد لله على السلامه؟ والله يا طنط انا راجل في حالي وسجل الجنائي نظيف وخالي من اي شوائب، لكن ولاد الحرام مش عايزين حد غيرهم يعيش. يعني ايه؟ هترجع تنام في اوضه السفره تاني يا عمي؟ هتدوني حق اللي عندكم؟ خلاص يبقى الحال على ما هو عليه، بس الصف حساب الاول. حساب ايه؟ ماما تتكلمها ماما سرية. لا بقول لك ايه، هو هيخش عليك ايه، ياكلك ولا؟ طب خليه يقرب كده. لا ليك احترامك واعتبارك طبعا، بس انا غلطت في رؤوف ولازم اعتذر. اعتذارك مقبول بس من بعيد لبعيد. يسر الشر واطلع نام. حاضر يا عم، بس اعتذر له بالود والمحبه والسماحه اللي علمتها له. لا صح كده ولا ايه؟ صح. على فكره هو مش بيخاف منك. اكيد يا زوزو. بجد يا عمي؟ طبعا. ايوه انا مش بخاف منك بس من بعيد لبعيد برضه. حاضر. بص يا رؤوف، انا لازم ابص راسك على الاقل يا راجل. احمي نفسك منك.